هذا البرنامج برعاية أجمل حاجة بتبقى في المهرجانات التجمع العربي، يعني يمكن الناس ما بتقابلش بعض ولكن الصداقات بتحصل والحب بيحصل من خلال المهرجانات. ناس بتتعرف، ناس من كل البلاد بتيجي، بيبقى في التقاء الصبح، وده اللي احنا شايفينه النهاردة. معايا النجم الجميل مدحت صالح، معايا ابنه المخرج الجميل، معايا انتشال تميمي صديقنا الغالي ومدير مهرجان ابو ظبي، وهو دلوقتي ماسك كل الافلام الجميلة في سنة في ابو ظبي. معايا توما اللي بنلتقي دائما في دير جست وهو بياخد جوائز، وفادية صديقتي الغالية. وهو ده التجمع الحلو، يعني تلاقي بقى فيه الحوارات بتبقى مختلفة والنقاش مختلف. صباح الفل يا مدحت. صباح الخير عليك وعلى كل الناس اللي بيتفرجوا علينا وبيشوفونا. يعني النهارده خلاص خلصتوا بقى الاوبريت وارتحت كده، وامبارح كان الاستقبال جميل جدا، وكان حب الناس ليكوا حلو قوي. في الحمد لله، وانا مبسوط برضو ان انت جيتي امبارح وبتتعبي دايما يعني بتحاولي بقدر ما يمكن انت تغطي الاحداث الجميله، وخصوصا الاحداث اللي مرتبطه بالعرب، يعني الوحده العربيه. واحنا عملنا اوبريت اسمه البيت متوحد، وهو معناه بيقول احنا عايزين نقول ايه. واحنا بناكد على، يعني احنا مش اول مره، احنا يعني انا يعني عن نفسي انا دي ثالث مره احضر الاحتفالات دي، واحنا بناكد على دعم العلاقات اللي بين الشعبين الاماراتي والمصري، وفي نفس الوقت بيحصل احتكاك بيننا وبين كل اخواننا من الدول العربيه الشقيقه. فده شيء جميل جدا ان احنا، يعني لانه انا بشوف ان الثقافه والفن والادب وسلاح اقوى بكتير من سلاح السياسه ومن سلاح الحروب. احنا يعني الفن والادب والثقافه بيحضوا على المحبه ويحضوا على كل المعاني الجميله وعلى الرقي بالانسانيه وعلى انك ترتقي بذوق الانسان. الحروب بتدمر والسياسه ملناش فيها، بتتعبنا وبتتعب دماغنا. الفن ممتع، فانا بتمنى انه يحصل تبادل ثقافي ويبقى في بقى الوعي بان الفن والثقافه مش مجرد جمله بنقولها كده، عايزين نحققها وناكدها على ارض الواقع. طبعا اول مره تحضر مهرجان مهرجان السينما؟ طبعا، لان انا كنت باجي بصفتي مطرب وباجي بحتفل مع اخواننا هنا بالعيد الوطني. مهرجانات الاغنيه، لكن مهرجان سينما اول مره احضر. او في الحقيقه كان حفل الافتتاح كان كويس مبهر، وبشكرهم، بشكر كل القائمين على المهرجان هنا على حسن استقبالهم وعلى الحفاوه الجميله اللي قابلونا بيها، ونتمنى تتكرر، ونتمنى عندنا برضو يبقى نفس الحكايه نعملها واخواننا يبقوا عندنا ونكتر المهرجانات عندنا، لان احنا برضو عندنا مهرجان واحد غلبان يتيم، فاحنا عايزين نكتر مهرجانات. وبعدين مصر تاريخها في السينما صعب ان يبقى عندها مهرجان واحد. صعب، وصعب كمان ان هم ما بيدولوش الاهتمام الكافي، لان مهرجاننا اكبر مهرجان، لا دعم مادي ولا، يعني انت جالك دعوه حد عزمك على مهرجان؟ في الحقيقه كل سنه بيحصل، بس بما اني السنه دي حد عزمك؟ كل سنه، بس السنه دي عشان السنه دي ما بعتوش دعوات للفنانين. انا بس عايزه اكد عشان بيقولوا ان الناس بتيجي مهرجان دبي وما بتروحش مهرجان بلدها، فانا عايزه، لان كل الفنانين قالوا ان احنا ما جالناش دعاوي. بس انا بالنسبه لي يمكن حتى لو انا ما بعتوليش الدعوه، فانا اصلا انا بتعامل مع الفكره على انه انا مش سينمائي، يعني انا بنتمي للفن، بس انا بشوف برضه بتمثل، بشوف من باب اولى ان حد ممثل من اصدقائي هو اللي يكون في المكان اللي انا هشغله، يعني لان انا همي الشغل كمطرب اتابع مهرجانات موسيقيه، مهرجانات غنائيه. ده من وانا صغير، من ساعه ما اشتركت في مهرجان تركيا الدولي لما قلنا كوكب تاني من سنه 87، فانا بهتم اهتمامي بالمزيك زي ما الممثل بيحب يهتم بحاجته يعني. لكن انا كل كمواطن مصري انا بطلب من صديقنا الجميل وزير الثقافه الاستاذ حلمي النمنم
انه يكون دعمه للمهرجان اكتر من كده. وهو السنه دي حاول جاهدا لانه لسه مبتدي من فتره قليله، لكن عايز اقول له انه احنا محتاجين اكتر من 5 6 مهرجانات او 10 مهرجانات في السنه، وندعو كل اصدقائنا من كل دول العالم، الدول العربيه طبعا على راس القائمه، لكن كل الدول اللي بتهتم بالسينما. وجودك في مهرجان سينما وافلام وسينما وانت يعني مثلت، انت محسوب برضو على الجزئيه دي. ايوه خلاص، يعني ما بحركش فيك ان انت عايز ترجع تاني تعمل حاجات ولا خلاص. والله يعني انا يعني الفكره بتاعه التمثيل يعني مش بتصارع عليها ومش بصارع عليها، لانه انا مش طموحي ناخد اوسكار احسن ممثل، انا نفسي في اوسكار احسن مطرب بس. بس بعض المطربين بيقول لك ان السينما بتوثق لهم اغانيهم، زي عبد الحليم حافظ، ممكن في اغاني لعبد الحليم مش متوثقه ولكن اغاني الافلام اللي عملها هي اللي ده حقيقي. احنا بنعوض النقص ده بالفيديو كليب، بس بيبقى شريطه ان انت تعملي له حبكه دراميه حلوه تبقى ماشيه مع الكلام وماشيه مع المزيكا اللي انت بتقدميها للناس، هتوثقيها. جاي على نفسك ليه؟ راجع بعدين، انا مش فاكر حتى ان كنت في يوم فعلا حبيتك، يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان، وانا مش انا واحد تاني اللي عرفته زمان. ادهم انت مطرب كمان؟ والله انا ما سمعتش الالبوم، معلش اعذرني، ولكن انا يعني عايز اعرف بقى هيبقى في شغل بينك وبين بابا ولا ايه؟ باذن الله اكيد، يعني ده حاجه تشرف. عملت له فيديو كليب ولا لسه؟ لا لسه يعني. لا هو عمل لا ليك انت. ليه اخرج لنا؟ لا طب احنا عايزين بقى نشوف حاجه بينك. ان شاء الله باذن الله اكيد، يعني حاجه تشرفني يعني، بس مستني بس يعني ايه ابقى انا لوحدي موجود الاول وبعد كده ابقى اعمل حاجه معايا. يعني حابب تعيش مش في جلباب ابي زي ما كان الله يرحمه نور الشريف عامل؟ بالظبط كده، بالظبط. الجيل الجديد كله رافض انه يعتمد على نجوميه، يعني اي حد مثلا بابا فنان او مطرب، الجيل الجديد طالع مش عايز يعتمد على ده، بيشتغل لوحده وساعات ما يقولش انه ابن فلان علشان ينجح لوحده وبعد كده بقى دي حقيقه. ودي من الحاجات اللي عجباني فيه، يعني سواء هو او اخته الاكبر عندي هانيه وربنا يحفظهم، والحاجه دي بتسعدني جدا، لان هو حابب هو ذاته يحقق ذاته، وهو بيحب الغنى وصوته جميل وعمل البوم واحد تجربه، بس هو محتفظ بشغله كمخرج وحابب ينمي الـ 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 الفكره دي، وانا مبسوط جدا. تحبه كمخرج ولا كمطرب؟ في الحالتين، وحابب اكتر اصراره على انه يبقى هو يعني اللي بيخططه لنفسه من دماغه. لما بتعجبني وجهه نظره انا كل شغلتي اني ادعم، لكن انا ما العبش في دماغه، لان ما بحبش حد يلعب في دماغي انا شخصيا، فانا حابب ان ابني يكون كده. يعني عايز اعرف برضو، هل حبيت الغنى علشان بابا مطرب وطلعت في البيت لقيت الغنى حواليك في كل حته، ولا انت فعلا عندك موهبه جوه والناس سمعتك وشجعتك؟ لا في الاول طبعا، اول حاجه بالنسبه لي في الغنى كنت بقلده بس، يعني انا كنت صغير فبطلع اقلده في الاغاني اللي هو بيقولها على مصر، حتى ما كنتش عارف الاغاني بتاعت مين، ولا حتى الاغاني القديمه اللي بيغنيها ما كنتش، يعني لحد دلوقتي في اغاني قديمه انا ما اعرفش هي بتاعت مين بس حفظتها منه. بس بعد كده طبعا لما كبرت شويه فابتديت لقيت ناس بتحب الموضوع، والناس لما بتسمعني بلاقي رد فعل مش وحش، فقلت يعني ليه لا، يعني اشوف اجرب الموضوع. لاخر عمري كله هعيش وافضل اقوله عيونك عندي احلى واغلى من الحياة، تعدي سنين علينا وترجع وتلاقينا ايدي ما سابتش ايدي محدش فينا تاه، مفيش ايام هتقضي تقلل شوق بيكتر تصغر حب أكبر وأكبر من السنين، لو الأيام بتعرف تعرف
تعدي أوام وتخطف، هتيجي معانا تحلف إن إحنا ناس تانيين. أنا اتشرفت إن أنا عملت أغنية للأستاذ الكبير مدحت صالح، يعني أنا مش عايز أكبره سنا بس أنا كنت بسمعه وأنا بشورت، هو كبير عندي مقاما بجد والله. عملت الاستاذ مدحت مع الملحن وليد سعد اغنيه اللهم صل على النبي واقفه جنبي. فمن يعني من اول ما اشتغلت معاه كنت مبسوط جدا، وانا يعني انا اتبهرت بجد، احساسه حلو قوي، احساسه بجد حلو قوي، يعني انا ما بجاملش وربنا يكرمه ان شاء الله. بحلم على قدي بشراع يعديني، بشموع تدفيني، بعيون تصون ودي. بحلم على قدي بشراع يعديني، بشموع تدفيني، بعيون تصون ودي. بحلم بليل هادي بالضي متهادي، بنهار بريق عادي يفتح طريق نضي. من اول ما بابا بدأ وانا كنت دايما بحضر له حفلاته، ويمكن اغنية كوكب تاني دي عملنا عليها العمايل كلنا، شفنا معاها يعني كل الجيل ده كان رافض يعيش في الكوكب ده، كان عايز يطلع مع مدحت صالح كوكب تاني. بس يا رب لو حد لقى مكان ياخدنا معاه يا ريت. عايزينك تعمل لنا كوكب جديد كده، زي يعني كوكب بقى شبابي زي كوكب بابا. ربنا يسهل ان شاء الله. وانا وياه بعيش زي المليونيرات، واحلم وانا معيش ما العيش الازمات. وانا وياه بعيش زي المليونيرات، واحلم وانا معيش ما العيش الازمات. مجنون وجلالي ده عين العقل، العقل ده دق بيعين. جلالي ده عين العقل، العقل ده دق بيعين. بحضر ألبوم حسام حبيب وتامر عاشور، وفي حاجات بقى لهشام عباس وحسين الجهاسمي، بس إن شاء الله إن شاء الله. يا ريت إن شاء الله، يلا بينا جدا إن شاء الله إن شاء الله. تشرفت طبعا. وانت بقى ايه الاخبار؟ انا يعني ابتديت فعلا، بس لسه ما وصلناش لمرحله التوزيع، يعني خلصنا الميلودي والكلام كله اللي انا بشتغل عليه لبهاء الدين محمد. بهاء روعه، بهاء عامل شغل في الالبومات الجديده يعني مكسر الدنيا مع سميره. فاحنا بنشتغل بقالنا بالظبط انا وبهاء بقالنا 3 شهور، يعني جمعنا الموضوعات، ومعانا من الشباب من الملحنين مديان وإيهاب عبد الواحد طبعا، إيهاب والنادي محمد النادي، واخدين من الجيل بقى اللي قبل كده خليل مصطفى وفاروق الشرنوبي وصلاح الشرنوبي. احنا خلصنا ده وبنبتدي بقى فكرة التوزيع، فأكيد توما موجود لأن هو اسمه فرض نفسه، هو مش محتاج ان احنا نزكيه لأن هو شغله مزكيه بشكل تلقائي، فاكيد لان احنا بننقي بقى كل العناصر الكويسه. يعني يمكن في ألبوم سميرة لفت نظري فكر جديد، فكر جديد في الكلمات، فكر جديد في اللحن، في التوزيع. سميرة متهورة وجريئة في اختياراتها، يعني معظم المطربين يحبوا يلعبوا على المضمون والاغاني المضمونة كلاما ولحنا، ممكن يجددوا بافكار كلحن مثلا متطور زي اوروبا او الراب او الحاجات دي، ولكن هي شطحت، وشطوحها ده كان ممكن يطلعها سابع سماء او ممكن يقول عليها ست كبرت واتجننت مثلا يعني. ولكن الحمد لله ان حقق نجاح كبير. هل انتوا شايفين الجنان في الفتره دي، مش الجنان، التطور او الافكار او الحاجات دي؟ هو الفن في مجمله تجريب،
ريسك. وانا انا شخصيا من الدماغات اللي بتحب التجريب طول الوقت، لانه انا مش هنقف عند مكان واحد. ولو في فنان في الدنيا قال انا عملت كل حاجه يقعد ما يشتغلش، لكن احنا مفروض ان الفنان يفضل طول الوقت يجرب، يمر بتجارب مختلفه، يجرب انواع مزيكا مختلفه، يدور على موضوعات مختلفه. يعني فكره حتى الرومانسيه والحب، التناول اختلف من جيل لجيل لجيل لجيل. كان في جيل بيحب وحاسس انه دايما حقه مهضوم ومظلوم، والحب كان من خلال البكا والاستعطاف ويتحايل على محبوبته او هي تتحايل، كان في كده علاقه. بدات قالت له انا مش هتنزل عنك، قالت له لا دلوقتي انا لا نكشه شعري ولا اتجننت ولا حاجه، انا ماشيه. يعني انا شخصيا كنت بحب ان يكون في وضوح اكتر في الحالات الرومانسيه، ومن زمان ابتديت اتمرد على الشكل التقليدي. اتمرد من اول يوم اللي هو انا مش ليكي، بس برضو بشكل مهذب. يعني ما بقتش، يعني ما ينفعش ترفض حبيبك او حبيبتك بشكل مش لطيف. لكن فكره اني انا ابقى دايما اتسول الحب، انا برفض المدرسه دي. وبحب يكون في وضوح في العلاقه بقى، في الغنى، في الشعر اللي في الموضوع. وبالتالي انا بحب اي فنان يبقى عنده جرأه انه يجرب ويشوف موضوعات مختلفه جديده وقوالب موسيقيه جديده وارتام جديده، لان الدنيا كلها دلوقتي بقت بتدور على الجديد في الايقاعات وفي المزيكا وفي التوزيع. توزيع بقى بطل رئيسي، هو دلوقتي هو الماستر سين زي ما بيقولوا. عامل لنا حاجه متهوره كده جديده. والله في مفاجاه بحضرها مع الفنان تامر حسني، ان شاء الله هنعمل حاجه جديده. وبس تامر برضه متهور. برضو دي كانت من الحاجات الغريبة على الغنى والألبومات والحاجات ديت. يعني طبعا مش هختم اللقاء ده كده ولازم اسمع صوتك تاني، لان انا عاشقة لصوتك، والحتة الصغيرة اللي قلتها دي ما كفتنيش بصراحة. محبة الجنون وضحكة الجنون وقضيتي في هواكي اكون او لا اكون، محبة الجنون وضحكة الجنون وقضيتي في هواكي أكون أو لا أكون، أكون أو لا أكون، أكون حارس جمالك وأكون فارس خيالك، أكون حارس جمالك وأكون فارس خيالك، وأتحمل المهالك علشان اجمل عيون يا نظرتك مدينتي وبسمتك سفنتي، قلبي مسافر في حبك مهما الطريق يكون. ومحبة الجنون وضحكة الجنون وقضيتي في هواكي اكون او لا اكون، اكون او لا اكون. استمتعت بصوت الجميل المبدع. انا في الحقيقه رغم انه ما كثير اتابع غناء، بس انا من زمان طويل عجبني تفرده، لانه احنا في فتره من فترات كنا رافضين باعتبارنا ثوريين، رافضين كل هذا الغناء العاطفي عن ام كلثوم. طبعا كنا مهابيل يعني، اللي بعدين حبينا. بس في ذاك الوقت يعني انا كنت يعني استمع عدد مرات وكثير معجب بطريقته بالغناء ومفرداته اللي يقولها، وهذا فشي جميل ان يكون عندنا انواع مختلفه جدا من الغناء العربي الحقيقه. الغناء غذاء الروح، وانا بقول لو الحياه، لو صحينا من النوم الصبح ما لقيناش غنى وما لقيناش سينما، هنبقى زي الكرسي ده، زي الترابيزه دي، هنبقى حاجه بايخه قوي في الحياه. يعني الحياه هتبقى حياه ممله. هذا صحيح جدا. هذا انت عاشق للسينما زي يعني انت السينما هي حياتك. انا بتهيألي انت بتاكل سينما وبتفطر سينما بتتغدى سينما، منافس لابنك السينما. يعني السينما دي هي الكيان الاساسي اللي بيغذي روحك.
الحقيقة. وأيضا يعني احنا محظوظين ان نكون في فترة رغم انه الانتاج السينمائي العربي وبالاخص المصري يتراجع بشكل كبير على المستوى على الاقل الطاقة الانتاجية. يعني حاليا هناك عدد محدود من المنتجين السينمائيين بحق، لكن رغم ذلك تنفسح فرصة جديدة وحقيقية للسينما المستقلة اللي تلقى مجالاتها الواسعة جدا. يعني حاليا هناك 7 أفلام مرشحة للأوسكار من البلدان العربية، 3 من عندها و4 تنتمي للسينما المستقلة، وهذا بحد ذاته فشيء جميل جدا. أنا أتصور أنه يعني فرصتنا إحنا كمؤسسة سند أن ندعم خلال هذه الست سنوات أكثر من 120 مشروع وفيلم عربي. هاي المشاريع بنجاحاتها في الحقيقة مو بس احنا بدنا ندعمها وإنما هي تدعمنا، لأنه نجاح أي فيلم مثلا يعني ذيب اللي راح إلى أكثر من 80 مهرجان دولي وفاز بأكثر من 30 جائزة، والآن هو مرشح للأوسكار من الأردن اللي هي قضية الإنتاج السينمائي، هذا دعم إلى فكرة الصندوق نفسه ولفكرة السينما المستقلة. وبالتالي احنا بالتأكيد كل هاي الأمور تصب مع بعضها. يعني لا يمكن أن يكون فيلم جيد بدون ديكور جميل لفنان تشكيلي جميل، بدون أن يكون هناك موسيقى ويكون هناك مونتاج. يعني أفضل إنتاجات الخمسينيات والستينيات والسبعينيات في المنطقة العربية جاءت لأنه كان هناك نوع من التلاقح الفني بين كل أنواع الإنتاج الفني. يعني تلقين أنه عبد الحليم حافظ بنى كل قيمته، أهم جانب قيمته من خلال كلمات لمحمد حمزة أو ألحان للطويل أو لآخرين. في فكرة أنه الكل يجتمعون سوية ويصلون إلى فكر ما أوبريت أو عمل فني، هذا كله أنا أتصور أنه ينطي زخم كبير العمل الفني. مفتقدين مهرجان أبو ظبي جدا، ولكن إحنا على أمل، وأنا بأناشد كل المسؤولين بعودة المهرجان، لأن إحنا حبينا أبو ظبي وشفنا أبو ظبي، والسياحة إحنا جينا سياحيا وفنيا وثقافيا لأبو ظبي من خلال مهرجان أبو ظبي. فأعتقد المسؤولين مش هيجيبوا علينا كتير فيه وهيرجع مرة أخرى. ولكن كلمني على الحدث الكبير اللي هيكون يوم 16 إن شاء الله، وعرض فيلم عالمي في نفس التوقيت اللي بيتعرض فيه في أمريكا. الحقيقة احنا يوم 16 شهر هناك العرض الدولي الأول لستار وور القوة تستيقظ، اللي راح يكون عرضه بعد يومين فقط من العرض الأول في أمريكا، ويكون قبل 4 ساعات من عرضه الثاني في لندن. ففرصة راح تكون أن نستقبل أبو ظبي باعتبار أبو ظبي مساهمة في الإنتاج الفيلم، تم تصوير أجزاء من عنده في أبو ظبي، فيكون هناك حفل كبير جدا يوم 16. راح يكون هناك سجادة حمراء وعرض الفيلم اللي راح تتاح به الفرصة لعدد كبير من المشاهدين ومن من المختارين من اللي راح يحضرون هذا المجال، إضافة إلى حفل كبير يكون بعد هذا. وهذا فد تأكيد على أنه أبو ظبي مستمرة في الدعم السينمائي، مستمرة في أن تكون مكان مو فقط للتصوير، وإنما في أن خلال فترة التصوير لهكذا أفلام كبيرة، وهي مو أول مرة ولا راح تكون آخر مرة. يعني هناك أكثر من فيلم استحاليا تم تصويره فعلا في أبو ظبي، راح يكون هناك فرصة حقيقية لمجموعة من الشباب الإماراتيين والعرب أنه أيضا يتلمذون على هكذا أعمال، وبالتالي تنخلق طاقات جديدة ومهمة. عايزة برضو أعرف رأيك، طبعا ربنا يوفقكم في العمل ده ويوفقكم في الأفلام بتاعتكم كلها إن شاء الله. الأفلام اللي موجودة ومشاركة، لأن دي جزء من حبك ليها وشغلك، إن أنت بتبقى عارف أجود الأفلام أحسنها، فبرضو تقول للمشاهدين إيه الحاجات اللي يتابعوها من خلالها. أنا أتصور أنه يعني
انا صار لي فرصه ان احضر مهرجان دبي السينمائي من دورته الاولى حتى الان، يعني على مدى 12 سنه انا متابع لهذا المهرجان الكبير، واللي بي مو فقط انه واحد يشوف افلام وانما يلتقي باهم المخرجين والمنتجين والموزعين. واحنا حاليا كصندوق سند متواجدين داخل دبي فيلم كونكشن، ملتقى دبي السينمائي، وعندنا جائزه هنا بمبلغ 10,000 دولار لاحد الافلام اللي راح تفوز في مسابقه ملتقى دبي السينمائي. واتصور انه يعني ربما حتى اللحظه افضل فيلمين مصريين انتجوا هذه السنه موجودين في دبي، افضل فيلمين تونسيين موجودين في دبي، افلام فلسطينيه ايضا. هناك قائمه من الافلام، يعني معظم ال 19 فيلم اللي موجوده بمسابقه المهر الطويل هي تستحق المشاهده.